أنا اسمي عمر، عندي 11 سنة. بحب ألعب باسكت. دخلت المطبخ في يوم كده، جربت أعمل أكل، حبيت الموضوع. ابتديت أقعد كل يوم بقى أبراكتس أكل أكتر. ما شاء الله عليك. لحد خلاص ما بقيت بعمل غدا لنفسي وفطار. برافو فطار. ما شاء الله، أنت عندك 11 سنة مظبوط. طب قول لي بقى، ماما في البيت بتعمل أكل كويس ولا بابا؟ لا، هو بابا ما بيعرفش يطبخ خالص خالص. كلنا كده عادي جدا، بس ماما بتعمل اكل كويس. وتمام. فتعلمت انت المطبخ من ماما ولا مثلا شفت ستو شفت حاجه؟ لا، شفت جدتي. صح كده، انا قلبي بيحس والله العظيم، دايما بيبقى الطفل بيبقى دايما عند ستو كتير، فبيشوف برضو العمل. طيب، واكتر الاكلات اللي بتعملها ايه غير الباستا دي؟ مكرونه بالهوت دوج. مكرونه بالهوت دوج. تحب الهوت دوج بالمكرونه وصوص ابيض واحمر ولا صوص ايه بالظبط؟ لا، رد رد صوص. برافو عليك. طيب بيرلي، اخبارك ايه؟ كويس. عامله ايه؟ انت كمان عمرك 11 سنه ما شاء الله عليكي، وبقالك، عرفي نفسك يلا قولي. انا اسمي بيرلي، عندي 11 سنه او 10 ونص. ايه؟ 10 ونص. ماشي، نمشيها 10. 10 يا ستي ولا تزعلي نفسك. اوكي، وبعدين هعمل تشيكن وايت صوص بس. ما شاء الله عليكي. اخبار المطبخ معاكي ايه؟ كويس. يعني مين اللي علمك؟ هو ماما بس عمتي اكتر. ماما بس عمتك اكتر. هنتكلم واحنا بنطبخ عشان ما نضيعش وقتكم، ننزل بالمسابقة ونخش على طول. يلا.